الشتا يجي من هنا وخلاص، ببقى عايزه اقوم اعمل كوبايه هوت شوكليت على طول، خصوصا بالليل. النهارده هوريكم طريقتين للهوت شوكليت، الايطالي والامريكي، اكتر طريقتين انا جربتهم وعجبوني. انا جربت حاجات كتير، وهقولكم كمان انهي اكتر واحد بحبه، وعايزاكم تجربوهم الاتنين وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. يلا بينا نبدا. نبتدي بالايطالي لانه غني قوي. اول حاجه بجيب كوبايه لبن واحط عليها كميه السكر اللي انا بحب اشرب بيها المشروبات. انا حطيت معلقه مليانه، وحطيت عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام غير محلى، ومعلقه صغيره من النشا عشان تتقل القوام بتاعه، ورشه فانيليا صغيره او معلقه فانيليا سايله، وبقلب الخليط ده على البارد قبل ما ما يسخن شويه على النار. بعد كده بسيبه على نار هاديه خالص، واقطع من الشوكولاته اي نوع شوكولاته انتوا بتحبوه، شوكولاته بالحليب او دارك شوكليت اللي هي الغامقه شويه. انا بحب احط ميكس ما بين الاثنين، مكعبين من دي ومكعبين من دي، علشان الاثنين مع بعض بيدوا طعم احلى. بس الوصفه الاصليه بتاعت الهوت شوكليت الايطالي بتتعمل بالدارك شوكليت، الشوكولاته الغامقه بس. بضيفها على الخليط ده اول ما يبتدي يسخن كده شويه، وبقلبه زي ما انتوا شايفين كده، انا مهديه النار خالص، وخليه بقى ايه يعني يغلي لحد ما كله القوام بتاعه يتقل، النشا تدوب تماما، الشوكليت كمان تسيح، والقوام بتاعه يبتدي يتقل كده ولونه يبقى خطير بالشكل ده. ده بعمله لما بكون حاسه ان انا جعانه وفي نفس الوقت عايزه اشرب حاجه سخنه، لان هو تقيل، يعني هو من المشروبات التقيله شويه. التاني بيكون خفيف شويه. تذوقوه اي باي حاجه بقى، في ناس بتذوقوه بمارشميلو، انا مش بحب المارشميلو عليه، ذوقته بقطع من الشوكولاته طعمها كان فيه رهيب. جربوه وهستنى رايكم في التعليقات. نيجي للي بعده، الهوت شوكليت التاني ده الامريكي اقتصادي، هو ما فيهوش تفاصيل كتير، بس انا هضيف له حاجه كده هتخليه مش اقتصادي شويه. برضو كوبايه لبن، حطيت عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعلقه من السكر، ورشه فانيليا او معلقه فانيليا صغيره، وهنقلب مع بعض. هتحسوا في الوقت ده ان هو كاكاو باللبن، يعني هو مش هوت شوكليت، هو مشروب الكاكاو العادي اللي بنعمله كلنا في البيوت، وده حلاوته. يعني هو بسطته في ان هو ما فيهوش تفاصيل كتير، ما فيهوش اي قطع شوكولاته بتتحط له، مجرد كاكاو باللبن. انا بضيف له حاجه اللي هو الستايل الامريكي بيحطوها تديله طعم خطير، اللي هي الكريمه. باخد معلقه او شويه كده صغيرين، حوالي ربع كوبايه من الكريمه، بس هي كانت متكتله عندي، كانت جامده شويه، وبضربها بالمضرب، او ممكن تقلبوها بالمعلقه بس هتاخد وقت اطول. بضربها بالمضرب لحد ما تقلب معايا زي الكريم شانتي. طعم الكريمه مع الهوت شوكليت انتوا مش متخيلين، بيودي الكاكاو من مجرد كاكاو في حته تانية خالص. لما بيتقل زي الكريم شانتي كده، لما بصب بقى الكاكاو اللي هو خلاص الكاكاو باللبن، بحط على الوش بقى الكريمه دي، الاثنين مع بعض بيبقى طعمهم تحفه. تسيبوه كده دقيقتين قبل ما تشربوه، علشان الكريمه تنزل الطعم بتاعها شويه على الكاكاو من تحت. على الوش بقى تحطوا رشه كاكاو، رشه نسكويك، ممكن بتليق قوي حطيت رشه سبرينجلز، ممكن ما تحطوش حاجه خالص، هو لوحده الكريمه مع الكاكاو بيخلي الهوت شوكليت في حته تانية. انا بحب الامريكي اكتر لانه خفيف، بحس انه بيتشرب الصبح وبالليل وطعمه جميل. جربوا اي نسخه منهم وهستنى رايكم في التعليقات، واتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله خير، سلام.